أنا شخصياً كنت متوقع خصومة، وخصوصاً بالأنبار ما راح يجيبون رقم. وقلت لبعض القيادات أنتم حتى ما عرفتوا تخاطبون العقلية الأنبارية اللي هي بصراحة عقلية عنصرية، شكلوا ائتلاف في الأنبار أحدهما برئاسة مثنى السامرائي والآخر برئاسة السيد وزير الدفاع الموصلي زين ثابت العباسي. ف احنا نعرف اهل الانبار ففتحوا لهم المجال. بس خلينا نفهم العقليه العنصريه تقصد بها العقليه الانباريه عقليه محليه تروح بتروح يعني مو العقليه الحزبيه تروح الانبار محافظه العشيره الواحده الوحيده بالعراق محافظه العشيره الوجود الاخر وجود بها هامشي مع كل احترامنا. انا عندي اقرباء انا اصلي انباري من حديثه يعني زين بس احنا نعرف هي اماره الليل.